ايوه كان عندي سؤال، متى اخر مره بكيت؟ ما عاد في داعي له. ليه بكي؟ هيدا اغلى انسان عندي. طيب تفرح ما تبكي. لا موضوع مؤثر جدا، لانه هالاغنيه انا كتبتها له، انا كتبتها لوالدي اللي قلت لك في اول برنامج مثلي الاعلى، وهذه احلى مفاجاه عملتها لي اليوم في الحلقه، لانه بعرف الكلام من والدك دائما بيطلع ما فيه فلتر، ما فيه فيكنس، كله من القلب صافي. فحتى انا توحشتك يا بابا، الله يلاقينا في ساعة الخير. شو الفرق بين سعد 2007 و 2022؟ نطلع شوي من جو الدموع. تخنت شوي. ما تخنت الا 76 كيلو، طولك ما شاء الله مترين الا شوي. لا الحمد لله. في احلام كثيره تحققت، وانا دائما بقول انا لسه في البدايه، واحلامي الحمد لله دائما كبيره وطموحي كبير، وهذا تعلمته من والدتي ومن والدي. دائما الطموح كبير، وبعدني في اول طريق. طبعا احلام كثيره من احلامي تحققت اليوم، ومنها اسمع هي، انه قاعد جنبك. الله، لا عيدها عيدها بعد. حبيبي سعد، انا دايما حبيبي والله.